ولتسليط الضوء على حالات الفساد المستشري واختفاء أطنان من الحنطة والسماد، معنا الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بك معنا وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة، وإن شاء الله يعود يعني رمضان والجميع بخير وبلدنا بخير، هو يعني شكرا إن شاء لكم. الله آمين يا رب العالمين. سيد نظير، قضية فساد كبيرة استهلت بها حكومة الكاظمي مشوارها، وهي فقدان مئات الأطنان من القمح، من يقف وراءها برأيك، وخاصة أنها ليست المرة الأولى؟ نعم أخي الكريم، يعني هذا الأمر الجديد يعني هو لا يخرج عن الإطار الذي يسري بشكل ممنهج لضرب الزراعة في العراق، يعني بدءا بحرائق المحاصيل الزراعية، ثم يعني أكل الطيور للحبوب يعني بتبرير مضحك يحاولون أن يضحكون به على الشعب العراقي، ثم تأتي مسألة يعني اختفاء أطنان كبيرة من يعني مادة السماد الحيواني، وهذا كله يضرب العملية الزراعية في العراق لغاية الجميع يعرفها بإدامة الاستيراد للمحاصيل الزراعية من الجارة إيران لإنقاذ اقتصادها. لكن يعني إيران وهي تفعل ذلك هي تتعامل مع العراق كعدو، وتحطيم اقتصاده هو أحد أهدافها، لكن الكلام موجه لمن يمسك زمام السلطة في العراق. كيف يعني تصل به الدناءة والعمالة لبلد أجنبي أن يضرب يعني اقتصاد بلده ويضرب العملية الزراعية بهذا القلب البارد دون أن يعني يأتي إليه ولو شعور بسيط بالوطنية؟ هذا دليل على أنهم ليس لديهم ذرة من الوطنية وليس لديهم انتماء لهذا الوطن الذي يعيشون فيه. نعم، يعني والمشكلة أيضا سيد نظير في الذرائع والحجج الواهية التي تسوقها الحكومة على أبناء الشعب العراقي الذي يعني يتقد وعيا في الحقيقة ومعرفة، ويعرف من يقف خلف هذه العمليات. يعني هل من المعقول مثل هذه الذرائع والمسوغات؟ بالتأكيد أخي، الشعب العراقي لن تنطلي عليه هذه الأسباب، ويبدو أن النظام السياسي حقيقة وصل إلى مرحلة أنه بدأ يتعذر عليه إيجاد مبررات مقنعة يستطيع تمرير فيها جرائمه وعملياته الخيانية، لذلك بدأ يستعمل تبريرات هي أقرب ما تكون هي المضحكة. كيف لي يعني محصول من الحنطة تأكل الطيور منه مئات الأطنان؟ كيف للسماد الزراعي يختفي بشكل غير مبرر؟ يعني هذه السرقة تكاد تكون سرقة علنية، والتبريرات يعني لا تقنع حتى طفل صغير، وبالتالي فالشعب لديه قناعة كاملة بأن المشكلة هي متعلقة بالنظام السياسي الذي يدير هذا البلد، وهذه الجرائم التي ترتكب في حق العراقيين لا يوجد مجال لأن تنتهي إلا بنهاية هذا النظام واستبداله بنظام آخر. لكن مع الأسف الآن لحد الآن الشعب العراقي لم يعني يصل إلى المرحلة التي يستطيع بها إزاحة هذا النظام بسبب دعمه من إيران تارة ومن الولايات المتحدة تارة أخرى. لذلك هو بالرغم من انفضاحه أمام الجماهير لكن ما زال يمسك بالسلطة ويستخدم آلة البطش والجرائم التي ترتكب بحق الناشطين وبحق المتظاهرين السلميين. لكن ما الهدف باعتقادكم أو الأهداف وراء هذه العمليات؟ يعني سرقة هذه الكميات الكبيرة من القمح، الحرائق في كل عام لآلاف الدنومات الزراعية. أخي الكريم، الموضوع واضح جدا بأنه هذه العمليات تتكرر دائما في هذا التوقيت، في بداية يعني مثلا يعني بداية خطة زراعية أو في نهاية خطة زراعية سابقة لجني المحاصيل، تظهر هذه الحرائق ويظهر التماس الكهربائي ويظهر من هذه المبررات التي لا تقنع أحد. هي الهدف من عندها ضرب هذه العملية الزراعية، ضرب الاقتصاد العراقي، جعله دائما بلد مستهلك للمنتجات الأجنبية، وجعله بلد يعني سوق مفتوح للبضائع الإيرانية،
وهذا الموضوع يعني بالنهاية يريدون أن يصلوا بالعراق إلى بلد غير قادر على مسك زمام أموره وأن تكون له إرادة سياسية حرة. كما تعلم أخي العزيز، أي دولة لا تستطيع أن يكون لها موقف سياسي قوي ولها وزن دولي إذا لم يكن لديها اقتصاد قوي. لذلك عندما يكون الاقتصاد العراقي منهار، هو يبقى بمواقف سياسية مرتهن إلى الدول التي تساعد أو التي تعطيه المنح أو تستفيد من اقتصاده. لذلك العراق سيبقى على هذا الحال إذا لم يتحرر اقتصاديا من هذه الآفة وهذه الدولة الطفيلية التي تعتمد على اقتصاد عراقية الاقتصاد العراقي، والمقصود به يعني النظام الإيراني. نعم، الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.